مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن اللاجئ العراقي في أمريكا. لقد اعتادت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية أن تتواصل معكم عبر الكثير من هذه النشاطات، وما هذه الأمسية إلا هو تواصل ونشاط من هذه النشاطات. نأمل من خلال آرائكم وآراء ضيفين الكريمين أن نسعى إلى إيصال صوت مجموعة أو طبقة عانت الكثير بسبب هجرتها إلى خارج العراق بعد تحرير العراق. كذلك نتأمل من خلال هذه الأمسية في إيصال معاناة هؤلاء إلى أصحاب القرار الإقليمي والدولي والمحلي. أيتها السيدات والسادة الكرام، قبل أن نبتدأ اسمحوا لي وأرجوكم بالوقوف دقيقة حداد للمقبرة الجماعية الأولى التي فتحت مؤخرا في 14 تموز لقرية سوريا التابعة لقضاء سمير، والتي راح ضحيتها في 16 أيلول 1969 49 شهيدا من أبناء الشعب الكردي، والقسم الأكبر منهم أبناء الشعب الكلدان السرياني الآشوري. كما غيب الموت الزميل والشخصية الوطنية المدافعة لحقوق الإنسان الدكتور حكمة حكيم مؤخرا. لذا لنقف دقيقة وحداد وأحياء لذكراهم العطرة. بداية أتقدم بالشكر الجزيل للجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية لإتاحة الفرصة للقاء والمشاركة معا في موضوع مهم وهام بمحنة اللاجئين ومستقبلهم بكل مكوناته وأطيافه الجميلة. كما أن مشكلة ومحنة اللاجئين العراقيين لم تعد مشكلة تجاه المواطن العراقي المهدد في حياته وأمنه واستقراره، ولم تعد مشكلة تقلق الحكومة العراقية وحدها وتأثيرها في تعاملها مع المجتمع الدولي سياسيا واقتصاديا، بل تعدت إلى اهتمام دولي وإقليمي نظرا لما تترك هذه المشكلة وبنتائجها السلبية في التدخلات في الشأن الداخلي وخاصة دول الجوار في المنطقة. وإن أهم متطلبات ذلك هي سلامة المواطن وأبنائه، فمن غير الممكن أن يزامل أو يرافق الشرطي الطالب ذهابا وإيابا من البيت للمدرسة، أو امرأة تذهب للسوق للتبضل، إن فقدان الأمن بالدرجة الأولى تجعل مسألة الهجرة واللا عودة أساسية في حياة المهجر. كما أن العودة الطبيعية الطوعية تبدو صعبة إن لم تكن مستحيلة ضمن هذه الأجواء. يعني هو قبل فترة السيد الوزير يتحدث بأنه أكو إمكانية بأن نحميهم وكذا، وطلعت على رسالة موجهة في السفارة العراقية في الأردن للأستاذ الدكتور قاسي رحو في الإنترنت، بأنه سووا يعني هو إحنا نوقف أمام كل المكونات، كل واحد قدام الشرطي، يعني على قولت يكون هاي الحماية أنا اللي أشعرها بأنه ما موجود شرطي. بالعكس لما أنا أشوف أشعر بأنه أكو يحميني أحد بشكل مباشر هذا يرعبني أكثر. طيب هو المعالجة بأنه أنت تحميني لو تردع الميليشيات المسلحة وتقدمها للمحاكمة وتنال الجزاء القانوني، بعد تكون محاكمة عادلة مو محاكمة اللي إحنا تحاكمنا في ظل النظام البائد. Thank you.
البرامج الأساسية والمهمة اللي نقوم بها اللي هي لها التركيز الأهم هو عملية احنا نسميها بالإنجليزي advocacy. الادفوكاسي معناتها الدفاع والمطالبة بحقوق أبناء شعبنا في العراق وأيضا هنا في البلدان والمهجر. هذا فالشيء جدا مهم، وأن فترة طويلة دا نشتغل بهذا الموضوع ونوصل الادفوكاسي بصورة عامة هو إيصال صوت اللي ما يقدر يوصل صوته إلى الحكومات وإلى المنظمات وإلى المجالس المهمة في سبيل أن يسمعوا مشاكلهم وما هي الحلول وما شابه ذلك. الشيء الآخر اللي نقدمه هو التأكيد على تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا عندما يحتاجونها. إحنا ما نقدم هالمساعدات الإنسانية لأنه ما عندنا أموال تجينا مباشرة لا من الحكومة الفدرالية ولا من الولاية ميشيغان الأمريكية، وإنما الدعم اللي يجينا إحنا فقط هو من أبناء شعبنا عن طريق التبرعات لا أكثر ولا أقل، وأغلبها هو عمل طوعي نحاول أنه نسدد كل نحاول أنه نحل مشاكل أبناء شعبنا على أساس نسميها volunteering basis. I just want to tell you أريد أقول لكم على حالة هالعائلة. بنات ثنتين شباب انقتلوا لأنه كانوا يشتغلون في معسكر معين ودرجعون للقيادة. من ضمن الباص كله نزلهم اثنيناتهم، بس هالثنتين البنات قتلوهم. اوكي. واشتغل حتى وصلت صوتهم، كانوا في الأردن وكانوا بحاجة جدا كبيرة. وكنت على اتصال دائم مع العائلة، حتى وصلت صوتهم إلى وزيرة الخارجية الأمريكية رايس. I remember that. إلى أن أخذنا لهم موافقة يجون لأمريكا. المشكلة جو لأمريكا ومعاناتهم زالت أكثر. ما عندهم أي شيء ممكن يعيشون من عنده. أمريكا ما عدا هل شيء تقدمه لهم. واحنا في ايضا نريد نقدم لهم اي شيء ممكن نقدم لهم، بس صعوبه. بس نطلب من المنظمات وخاصه منظمه حقوق الانسان لنعرف الحق مشروع الكل. ما ادري وين ما حد كل واحد يبني شكل. ماكو واحد ياخذ حقي حق بناتي. انا صرت مظلومه بالامريكا. هل ساعدوني؟ ما ادري وين اروح. فقيرة ومظلومة وصارت كآبية وحالة نفسية. ساعدوني، صارت مشاكل أبوي وولاد عمود العيشة. قسمنا أنا وزوجي كل واحد فيه. إن شاء الله ما راح نكون ناجحين. تقدم مثل ما قال سعد جزيل، يعني صدقيني احنا راح نقدر، راح نشتغل قد ما نقدر. أنا لاجئة عراقية تعرضت بالعراق من قبل الإرهابيين لقتلوا 2 بناتي ليندا وريتا، وأني عشتي صعبة بأمريكا، وأرجو من الحكومة العراقية تساعدني وأني تنطيني حقوقي العادلة، وأرجوكم تساعدوني ولا تعفوني، وشكرا.